يسعد صباحكم مرة تانية. نحن مثل ما ذكرنا ببداية حلقتنا يومياً عنا فقرات بتهم الأسرة السورية. هلأ نحن جودي ضروري نعلم الطفل القيم والعادات والتقاليد ونعلمه يدير مسؤولية حاله ويقدر يضبط مصروفه إذا كانوا الأهل مخصصين له حصة. فضبط الميزانية ومصروف البيت بشكل مصدر قلق عند كثير من أفراد الأسرة السورية، وخصوصاً لما يكون مع الأطفال وبيحتاجوا أغراض ولوازم مدرسية ومصروف يومي، هذا غير المشاوير مع رفقاتهم. هلأ كيف بيقدروا الأهل أنه يعملوا هاي الموازنة بين مصروف البيت الاعتيادي وبين متطلبات الطفل إن كان بالمدرسة أو حتى خارج المدرسة، وشو هي الطريقة الصحيحة لتعويد الطفل على إدارة مصروفه؟ كل هاي التفاصيل وأكثر رح نحكي فيها مع الدكتورة وعد محمد المحاضرة في كلية التربية. صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيكي معنا اليوم. صباحكم. يسعد صباحك دكتورتنا. أهلا وسهلا فيكي. بالبداية المدرسة لها تقريبا شهرين مبلشة، تمام. يمكن بلشوا يعملوا أول مذاكرات، ما بعرف إذا صح. كل يوم بدنا مصروف للمدرسة. صحيح. إذا كنا أهلنا مأمنيلنا الشنطة والكتب والدفاتر والقرطاسية أو بيعطونا صندويشة الصبح ولا لا، بدنا مصروف للمدرسة. تمام. قديش مهم تربوياً نعطي الطفل مصروفه؟ هلأ موضوع أنه الطفل يأخذ مصروفه هو موضوع جداً مهم. لماذا؟ لأنه أول شيء الطفل يشعر بالسعادة عندما يستطيع أن يقرر شراء غرض هو يحبه، أنه مو حدا إجا اشترى له يا عطايا، هو كان معه مصروف جيب وراح بنفسه نقى شو بده. هاي أول فكرة. الفكرة الثانية هو بيضطر إلى حد ما أنه يصير في عنده إدارة. بالبداية بتكون بطريقة عشوائية، بعدين بتصير منتظمة. فهي الإدارة بتخلي يصير عنده نوع من المسؤولية، نوع من تحمل المسؤولية، أنه أنا هذا المصروف بدي يكفيني لكذا وكذا وكذا. فهو لحاله بيصير بيحط خطة لحتى هذا المصروف يكون كافي. هاي الخطة بتخلي الولد يصير في عنده ثقة بنفسه، يصير قادر على اتخاذ القرار، قادر على تحمل المسؤولية، بالإضافة لشعور السعادة اللي هو بيعيشه أثناء قيامه بعملية الشراء. فموضوع المصروف هو موضوع جدا مهم وضروري، ولكن هلأ بنحكي لسه أكثر تحديده، تماما كيفية إرشاده، هالقصص هاي. تماما مثل ما كنا عم نحكي انه الموضوع كثير مهم وفعلا بحسس الطفل بمسؤوليه منذ الصغر، ولكن طريقه تصرفه بهذا المصروف، وين بيصرفه، وايضا كيف بيصمد جزء منه، هذا الشيء اللي هو بيساعده لحتى ياخذ هي العاده على مدى حياته. صحيح. ويكون انسان قدران يدبر اموره الماديه. طب شو هي اهم الامور اللي المفروض نحن نعلمها للطفل من عمر صغير وقت نبلش نعطيه المصروف؟ هلا اول شيء نحن بدنا نصير ندير قدامه نقاشات حول تقسيم المصروف. يعني كل عيله لازم اول الشهر وقت بتستلم الراتب قدام الأولاد يصير النقاش أنه هدول لكذا وهدول لكذا وهدول لكذا. ما مو ضروري أنا أقول له تعال اسمعني شو عم بحكي، بس بدي إياه يسمع هاي النقاشات لحتى يتعود كيفية تقسيم المصروف. يعني هاي بداية. بعدين بدي بلش أنا أعطيه مصروف مو يومي، أسبوعي يفضل. لماذا؟ ويكون ثابت هذا المصروف، يعني مو مرة نقصه مرة زيده، وخاصة ما بزيده. بزيدوا من سنة لسنة، يعني حسب العمر، بس ما بزيدوا من فترة زمنية قصيرة لفترة زمنية قصيرة. ليش بدي اياه يكون ثابت؟ لحتى أنا الطفل يعرف حاله أنه هذا المصروف بده يكفيني هذا الأسبوع. هلأ الطفل بالبداية كتير رح يفرح ورح يبعزق، فرح يبلش يخلص المصروف مثلا من يوم الثلاثاء. هلا خلص المصروف يوم الثلاثاء، انا مهما استجداني الطفل ما بجي بعطيه كمان. مشكلتك الطفل. تمام، انت خلصت مصروفك، انت انا خبرتك انه هدول لاسبوع، انت بقى تصرف. هي اول فكره، انه انا ما بعطيه اذا خلص مصروفه. الفكره الثانيه انه انا بدي اعوده انه يشتري ما هو بحاجه اليه وليس ما يرغب به. يعني نشتري ما نحتاج وليس ما نرغب. هلا هذا الموضوع ما بيجي بشكل سهل وبسيط، لا، بيجي لما انا بصطحب مثلا ابني على المول والمول قدي في مغريات، بس بيشوفني انا كأم كاتبه على الورقه من البيت بدي كذا وكذا وكذا، وانت اشتريت بس كذا وكذا وكذا، ما رحت على المكياجات عبيت وما رحت على الثياب عبيت، انه انا كاتبه الخطه انه هذا اليوم احتاج لي كذا، مو انه شو ما عجبني رحت اشتريت. وهلا في امهات بتلاقيهم بيروحوا على المول بيجوا، فهون الاولاد بحسوا انه هنن يحق لهم انه كل شيء. تمام. فتثبيت المصروف بيخلي الطفل يحس بنوع من المسؤوليه لحتى هو يرشد باستخدامه. الموضوع الاخر بدي اعود الطفل يكون في عنده مطموره، بس
وين الفكرة بأنه أنا ما أجبره يحط بهاي المطمورة بالإجبار، وإنما بتوجيه غير مباشر. كيف؟ أنه أنا كل مثلاً شهرين اللي أنت فيك هلأ تفتح مطمورتك وتشتري فيها شو ما بدك، إذا شي حاببه هالمرة بقول له إذا أنت شي حاببه فيك تفتح مطمورتك وتشتري من هاي المطمورة. وكتير حلو إذا خليت المطمورة تكون شفافة مو مسكرة، يقدر يشوف لأنه عم يشوفهم عم يكتروا عم يكتروا. فاليوم حط 10، الثاني يوم حط 10، الأسبوع الجاي شاف والله صار في ربع المطمورة. عن جد إنه أنا صار ما معي رصيد. طب عم أقول مثال هلأ بالخمسين وفوق، هلأ أكيد 50 يعني وفوق. هذا للروضة 50 حتى 100 يعني. ايه فبتلاقيهم كتروا، فهذا الموضوع بخليه يتشجع انه لا والله اليوم بكفيني بس بسكوتي، ما في داعي بسكوتي وعصير. طبعا هون الام كمان بتلعب دور كتير حلو بانه هي تبلش تحط خطه تخلل من مصروف الطفل عن طريق اشياء بدائل تصنعها في المنزل. يعني مثلا الاولاد كلهم بيحبوا الحلو، كثير حلو انه هي مثلا يوم الجمعه تحضر له كيك مثلا او كب كيك اذا الطفل صغير، او اكله حلو هو بحبها. تمام، ممكن مثلا تعودوه على فواكه مقطعه. اوكي، ممكن الام تتعد، يعني لا في امهات ما بيحبوا يلفوا سندويش يفوقوا بكير، تلاقيهم من قبل بيوم انا جاي لقلك او مروا على المول. هذا عبء على الاهل، يعني احنا بنعطي الاهل الاولاد انه بس اسكتوا وخذوا اللي بدكم اياه، ما تشغلونا زياده، تماما ما تفيقونا الصبح، تماما وما تخلونا نرقد وراكم. هي هي بتلاقيها يا مريت مثلا على محل فطاير الصبح قريب، او وصت صاحب الميكرو انه معلش تشتري له وجبه او كذا، فهذا كله عبء على المصروف. على مين بده يؤثر؟ على باقي افراد الاسره، انه انا مثلا استهلكت ثلث المصروف على اكلات جاهزه وحلويات. طيب اذا انا صنعتهم بايدي ولفيت سندويشات الصبح، اكيد هي هذا البنت، انا عندي ميزانيه ومخصمتها لبنود، فهذا البنت انا وفرته، فهي الوفرة على مين بدها تروح؟ على أغراض الطفل المدرسية الهامة، لأنه أنا عندي شو؟ أولويات. صح، يعني الطفل عنده أنا كأسرة عندي أولويات، بجوز أجار بيت، بجوز بعدين عندنا ظروف طارئة بنكون ما حاسبين الحساب طارئة. لازم يكون في عنا تماماً مصاري نقدر نحن نعوض هذا الظرف. تماما، هدول أول ما بستلم الراتب بقول لحالي بدي شيل 10,000، إما بكون فاتحة رصيد بالبنك. حتى الطفل من عمر صغير حلو إني أفتح له دفتر، بحسسه كتير بالمسؤولية. تمام، لو إنه قدر يحط بالشهر 1000 ممتاز، بس هذا الدفتر له. تمام، هو بيعرف انه انا في عندي رصيد وانا صرت صاحب هذا الرصيد، فانا مسؤول اني ضل زيد. حلو، فهي الفكره نوعا ما بتخلي الطفل انه يعرف كيف ينظم مصروفه، ويعرف انه نحن مو شو ما بدنا بنشتري وبالسعر اللي بدنا اياه، بحس بالمسؤوليه وبحس قديش بابا وماما عم يتعبوا ليعطوني هذا المصروف. لانه تماماً. انا كمان لما عم بصرفه فعم حس حالي انه نقصني شيء، صحيح، فبحس بقيمه الليره. طيب سؤال، تمام. صح انه الاهل يقولوا له لو ابنهم انت مالك مصروف بس شو ما لازمك تطلب مننا بتاخذ؟ يعني انا بعرف في اهل بيقولوا له لابنهم اذا لازمك دفتر، لازمك اكل، لازمك شرب، لازمك ثياب، ما تنزل انت تشتري، نحن بنشتري لك. قديش في اثار ايجابيه او سلبيه على هالموضوع؟ هلا هذا الموضوع هو اثاره سلبيه اكثر من اثاره ايجابيه، لانه هيك الطفل ما اخذ مساحه، ما اخذ حريه بانه هو يكون في له شيء خاص وهو لحاله عم يتصرف فيه بخصوصيه معينه. ضل تابع على طول، ضل تابع على طول، انه ايه الاشياء الاساسيه اكيد هي مهمه الاهل، انه القرطاسيه الشنتايه، ولكن حتى بهذا الموضوع يفضل اصطحاب الطفل، وانه هو يختار من بين بدائل الاهل من قبل عارفانين انه نحن ميزانيتنا كذا فينا نشتري هاي النوعيه، فبخلي البياع ينزل لي اكثر من بديل بس من هاي النوعيه اللي سعرها كذا. ومن قال انه احنا فينا نسيطر تمام. على الولد بس يصير عنده بياع؟ هو انا حطيت له خيارات بس مسبقا بعرف انه هاي الخيارات بتناسبني. توجيه انا توجيه غير مباشر، تماما، هو اختار وفكر حاله انه اختار، بس اختار شو بدي انا، انا موجهته مسبقا. تمام، فأو ممكن يصير بالاتفاق مع البائع قبل بيوم، او في اهل يعني بيوصلوا لهي المرحله انه الطفل هو بيختار ولكن بما يتناسب معي انا ماديا. حتى كثير حلو لو انه الطفل عمره صغير اشرح له فكره انه هناك اختلاف بين امكانيات الاهل، يعني هاي الاسره معها كثير مصاري، ف إذا كان مصروفها شوي زايد عن مصروفك عادي، نحن هيدي إمكانياتنا ونحن هدول المصاري متوزعين بين كذا وكذا وكذا وكذا، أنتوا البنت تبعكم كذا، فرح نتصرف على هذا الأساس. فالطفل بيصير في عنده وعي، يعني أنه وعي وتوجه وما بيضل يسأل، وأهم شيء بيصير في عنده قناعة أنه هي إمكانيات أهلي، أنا ما بدي أضغطهم وخليهم أكثر من إمكاناتهم. حتى بعمر صغير بيتقبل هذا الموضوع بكل رحابة صدر، وممكن أنه يعني تمرق القصة عادي، بس على عمر أكبر
ممكن تصير شوي اصعب. طب كمان من الامور يلي دائما الاهل بيتبوها مع اطفالهم او معظم الاهالي بيتبوها مع اطفالهم هي المكافآت الماديه. تمام. اذا الجلاء منيح، اذا العلامات منيحه، اذا كان سلوكه جيد بزياره معينه بيكون في مكافآت ماديه. قد ايه المكافآت ممكن تكون عامل ايجابي وقد ايه ممكن تكون عامل سلبي؟ هلا نحن بنفرق بالتربيه بين شيء اسمه رشوي وبين شيء اسمه تعزيز. هلا الرشوي لما انا بقول له لطفلي اذا انت جبت 10 بتاخذ 100، هي صارت رشوه. هو صار بده يجيب العشره مو ليكون طفل شاطر ومحقق نتائج جيده بمدرسته لياخذ 100. تمام. اما التعزيز او المكافاه شو بيصير؟ بيصير فجاه بعد تحقيق الطفل للهدف اللي انا حاططته بدون شرط مثلا مسبق. بدون شرط مسبق بشكل مفاجئ انه انا جاب الجلاء وعلاماته كثير ممتازه، انا دغري ممكن اصطحبه على محل البسي او على محل مثلا انا بعرف انه هو حابب يشتري سكوتر، فبصطحبه على محل سكوتر وبقول له انت لانك كثير كانت علاماتك حلوه انا كثير مبسوطه منك، انا بعرف انك رح تضل هيك ورح تحافظ على هذا المستوى وبعرف انك حابب تشتري سكوتر فانا اليوم جبتك تنقي سكوتر. يا الله حتى الامثله تمام؟ نفسها يعني انا وصغيره فعلا كان هذا. فهيدي الاذا هي المشكله، اذا اخذت اذا رتبت اذا كذا بدك، فبصير انه الفعل او السلوك الجيد مرتبط بنتيجه، فهذا طبعاً. الطفل بصير بده يحقق هذا السلوك ليس من اجل السلوك نفسه وانما من اجل الحصول على الرشوه. فجودي كنت تدرسي كرمال سكوتر ولا كرمال نتيجه؟ والله يعني كنت ادرس كرمال ماما صراحه يعني هلا رضا الاهل هو يعتبر مكافاه للطفل. صح. مكافاه معنويه يا لطيف اذا ماما طلع فيها الابتسامه يعني هي قمه المكافاه. فنحن بس نشتغل على انه تدوير الكلمات بطريقه اخرى. أوكي. هي نفس نفسها يعني رح يحصل على سكوتر بس بدون اذى. بحر تربيه الطفل بحر واسع جدا، وقد ما بحرنا فيه نحن بنضل مقصرين ونعرف انه الطفل مسؤوليه لازم نقوم بادارتها. صحيح. لكان كثير لكان صح أكيد. بدي اشكرك دكتوره، يسعد صباحك. وانا بدي اشكركم كثير على الموضوع الحلو ويعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيكي دائما. هلا.